السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتختلف معايير الجمال بين دول العالم بحكم التقاليد والعادات اللي كتميز بها كل دولة، لكن كاينين بعض المعايير غريبة وبزاف الجمال عند بعض الدول. من خلال هذا الفيديو غنتعرفوا على بعض هذه المعايير الغريبة. تايلاند، علامات الجمال في هذه الدولة هي العنق الطويل، بحيث أنه كيلبسوا البنت من 4 سنين 5 سنين 6 سنين خلا خلف عنقها، وكيبقاو يزيدوا ليها في العدد شوية بشوية باش تحصل في الأخر على عنق طويل، ويقدر توصل 20 خلخال، والوزن ديالهم تقريبا 10 كيلوغرام. وكل ما كان عنق البنت طويل كل ما كانت زوينة بالنسبة لهم. والتاريخ ديال هاد العادة الغريبة أنه كانوا كيديروها بكري على حساب ما يتاجروش فيهم، يعني يتباعوا باش يخدموا بحال العبيد في الديور. وكاين اللي كيقول لا، كيديروا هكا باش عنقهم يطوال ويشبهوا التنانين. إثيوبيا، بالضبط واحد القبيلة سميتها كارو. هاد البلاصة معروفين عيالاتهم كيجرحوا ريوسهم، يعني في الوجه ديالهم، رجليهم، في يديهم، باش يخليو سيكاتريسات دايما اللي كتعتبر عندهم علامة ديال الزين. موريتانيا، كما كتعرفوا في جميع انحاء العالم العيالات كيبغيو يضعفوا ويحافظوا على الرشاقة ديالهم، لكن بالنسبة لموريتانيا العكس تماما، البنت ولا المرأة الغليظة هي اللي فائقة الجمال، لدرجة كاينين أسر كيصيفطوا بناتهم الحقول خاصة بالتسمين، كيتبعوا لهم نظام غذائي غني بالسعرات الحرارية باش يغلظوا. كينيا، بالضبط قبيلة ماساي. علامة الجمال في هذه القبيلة هي الشحمة ديال اللودن الطويلة، وكيبقاو يعلقوا في ودنهم حلقات طوانك تقال وكتار باش طوال ديك الشحمة، وكل ما كان ديك الشحمة طويلة كل ما كانت البنت زوينة. إثيوبيا الجنوبية، قبيلة مورسي، كيديروا فمهم ديسكات ديال الفخار باش يطوالوا شنانفهم، وكدوم هاد العملية تقريبا 8 شهور، ومؤلمة بزاف، ويقدر تهرس كاع السنان ديال الفك السفلي، واللي عندها شفة كبيرة يعني أنها لاباس عليها وعايدها ناس كبار في القبيلة، وكيتعطى ليها ديسك كبير واللي عنده جودة أفضل. وهاد العادة سببها أنهم كانوا كيآمنوا أن الشيطان والأرواح الخيبة كتدخل من الفم، لهذا كيديروا دوك الدياسك باش يحميوا ريوسهم. كوريا الجنوبية، باش تكون البنت زوينة في هاد البلد خاص يكون وجهها على شكل قلب، داكشي علاش كنلاحظوا الإقبال الكبير والزايد على القياس على العمليات التجميلية، وعادي تقول درت عملية تجميل، لدرجة أنه إلا مشيتي لهاد البلد غتلقى الشوارع عامرة بالإشهارات ديال مراكز التجميل. قبيلة تباطاني، هاد الناس وثنيين، يعني كيعبدوا الشمس والقمر، بناتهم من يالله كيتزادوا كيتقبوا ليهم نيوفهم، وكيديروا ليهم شمعات ضايرين وكبار وكحنين كتسمى ليابينغ. ولكن هاد العادة ما كدارش للتزيين، بل بالعكس باش يبانوا خيبات، حيت كان هاد القبيلة بكري معروفة بالجمال وكيتعرضوا بناتهم بزاف في الاختطاف والاغتصاب، لكن مع الوقت تبدل الدور ديالها ولات معيار للجمال عندهم. لكن هاد العادة في الآونة الأخيرة كانت سبب في موت بزاف البنات الصغار بسبب العدوى، لهذا البلاد منعتها كليا. اليابان، كلشي الناس كتبغي يكون عندها أسنان مقادين ومصيبين إلا اليابان، كيمشيو بناتهم يديروا عمليات باش يخرجوا النياب ويكونوا فوق سنان الآخرين، لأن النياب بالنسبة لهم البارزين هي علامة الزين. أندونيسيا، بالضبط قبيلة مينتاواي. البنات ملي كيوصلوا مرحلة البلوغ كيبداو ينشروا سنانهم بزاف حتى كيولوا بحال سنان المنشار، وإلا ما دارتها كديرها في نهار العرس ديالها، وكلشي هادشي دائما باش تبان زوينة. وفي الأخير غنشوفوا بلد إيران. هاد الناس مهلوسين بزاف بعملية تجميل الأنف، يعني اللي دارت هاد العملية راه بلاصتها في المجتمع كبيرة وكتولي زوينة. وصل بهم الهبال أنه كاين اللي كيدير الفصمة على أنفها غير باش يقولوا الناس راه دارت عملية تجميل، وكاين نيت اللي دارتها وكتخلي الفصمة أكثر من المدة اللازمة. نتمنى أن الفيديو عجبكم واستفدتم مزيان، لكن ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا.